السلام عليكم دكتور سيدي الراوي، جراح اخصائي اقنان في جراحه الغدد الدرقيه والجلطه الدرقيه من الولايات المتحده الامريكيه. موضوعنا الشيق لهذا اليوم هو هبوط الكالسيوم بعد عمليات الثايرويد الباراثايرويد جاره الدرقيه. هذا الموضوع جدا مهم، يعتمد على حجم الجاره الدرقيه، مده ارتفاع حجم الجاره الدرقيه، مقدار الكالسيوم والباراثايرويد قبل العمليه، اضافه الى البون دنسيمتري، عملية تسويف العظام قبل العملية. المدة اللي فيها أكثر وجود الغدة الدرقية بعد جارة الدرقية، كالسيوم كلش أعلى، patient عنده osteoporosis بالعظام من حسب البون دنسيمتري، كل ما يصيرون عرضة أكبر لعملية سحب الكالسيوم من الدم إلى العظام للاستبدال العظم المنخور قبل العملية. هذه عبارة عن خبرة جراحية وعملية في علاج جارة الدرقية من الأشخاص في السنترات اللي هو فيها عدد كبير لمعرفة هذا الشيء. يجب أن نوجه المريض والأهل لهذا المضمون، ويجب أن نحذرهم من أعراض هبوط الكالسيوم في هذه الحالة، وهي التنمل حول الفم إضافة التنمل في أطراف الأصابع. حصول تشيفوستيك ساينز اللي هو عبارة عن الأوبستريشن هاند، عبارة عن مرحلة متقدمة ويجب أن نوصل إليها. وشكرا دكتور سيدي الراوي، جراح أخصائي في جراحة الأورام بغدة الدرقية وجراحة الدرقية.